والله يا بولين أخوك طلع مثلك بالضبط، لطيف ومزوق كتير، متعلم وأخلاقه عالي. صدقني انبسطت كتير لما عرفتي فيك اليوم. هذا من ذوقك نورة خانة، وأنا انبسطت بيناتكم. ولسانه حلو كمان. شكراً. ايه هو غيث هيك عن جد، يعني هو اجتماعي أكتر مني، بحب يقابل ناس كتير ويتعرف أكتر على الأشخاص بأي مكان. أكيد أكيد معك حق، بس كان في صعوبة لما بعدت عن اسطنبول، الغربة ما كانت سهلة بالبداية. بس من الواضح إنك ما عم تعاني من أي صعوبة وعايش طبيعي ومتأقلم، وتصرفاتك هي اللي عم تحكي عن هالشي. عم تفهمني؟ أنت في عندك طريقة خاصة بتضرب الناس بسيارتك وبتدعسهم وبعدين بتتقرب من يلي ضربتهم، هي طريقتك بالاختلاط غريبة كتير. إيه أخي معه حق غيث على فكرة، قصده إنه هي المدينة تغيرت بسرعة، بتروح عليك كتير شغلات لما تبعد عنها. اسمع، نحن هلأ صرنا أصدقائك الجداد وموجودين جنبك دائماً، يعني مالك لحالك من هاللحظة، فما تفكر بالموضوع. وبعدين قدرت إنك صرت جارنا. أي والله هذا اللي صار معي، كنت عم دور على مكتب لدار النشر وما عم لاقي أبداً، والصدفة الحلوة إني صرت جاركم. صدفة شو؟ أنت بتمشي وبتدعس الناس بلا ضمير، بتساوي هيك أنت جان؟ شلون صارت صدفة حلوة ما بعرف. جان طول بالك، علقت على السيرة. جان بدي أقول لك شغلة لو سمحت، ولا لك خلاص ما رح أحكي، ولا رح أحكي. الحادث ما كان شي حلو، بس كان في وراه صدفة بتجنن، هي أني تعرفت على ريهام وكانت فرصة حلوة، وشها حلو علي. يعني أول شي لقيت مكتب جديد، وتاني شي لقيت محررة مساعدة إلي، لهيك أنا برأيي اللي صار صدفة حلوة. أي جد ريهام هالبنت كتير نشيطة وكمان حلوة ما شاء الله عليها، ما قدرت تضل بوكالتنا كتير، بس يلا إن شاء الله الله بيوفقها بالشغل معك. رح نتفق أنا وياها، متأكد من الموضوع. ريهام إنسانة كتير مجتهدة وموهوبة كتير كمان، بس احتمال بالوكالة ما قدرت تلاقي فرصتها. ايه الواحد لازم يطلع قدامه منيح. خود اشرب. ما عم بقدر اطلع قدامي، اتركني مو شايف. لحظة جان، فيك تصب لي كمان حبيبي؟ يسلموا. بصراحة لو ما غيث هو اللي شجعني لهالدرجة، موضوع الكتاب هذا ما كان خاطر على بالي أبداً. يا حبيبتي لو ما عندك الإمكانية أصلاً ما كنت رح شجعك. شغلة رائعة بتجنن. إيه وإمتى هاد الكتاب؟ طبعاً أول شي بدنا نخلص موضوع مسودة الكتاب قبل ما سافر، بس إمتى رح تصير عملية الإخراج؟ مو معروف. رح نعمله بسرعة، بس طبعاً لازم نحكي مع ريهام بالموضوع. إذا بدك تنطرها فرح تنطر كتير. عم أقول لك في عندها شغل بالوكالة، شو ما عم تفهم؟ عنا شغل، نحن جماعة مشغولين كتير بهالفترة. منيح قلت لي. ايه بس بقيلة 12 يوم وبتخلص شغل عندك. سألتها عن شي لما رحت شفتها اليوم وكتير حبيت تحليلها. كتير رح تفاجأك بتحليلاتها، لسه بتشوف رح تنبسط كتير. جان عم قول لحالي بلكي انت بتاخد الصور لهالكتاب، واظن انه رح تكون هالفكرة كتير حلوة. حطيتيني تحت الامر الواقع مرة تانية. ما انا فهمانك منيح، بس قليلي ليش انا؟ اكيد غيث بكره حيدعس شي حدا بسيارته، ورح يطلع هذا اللي دعسه خبير بتصوير الاكل، ورح يشغله معه وتكون صدفه حلوه. جان خلصنا بقى، هو انت شو رح تفرق معك يا ابني اذا صورت اكل ولا طبيعه؟ بالنهايه كله اسمه تصوير وشغل، نحن اللي عم ندور عليه موهبتك بالتصوير اللي ما في نقاش عليها. امي خلص بلا ما تلحي على جان، نحن كتير بحاجته بالوكاله. خلص اسكت شوي. ايه جان حتى أنا كنت حابة أطلب منك هالطلب، يعني إذا أنت اللي صورت رح يكون هالشي كتير بجنن، وغير هيك كمان رح تكون ذكرى حلوة إلنا كلنا، ما هيك؟ طيب بركي غيث كان عنده خطة تانية؟ لا ما عندي، يعني إذا جان كان متفرغ فحابب كتير يكون بيناتنا شغل بصراحة. إنه يكون في وكالة إعلانية مشهورة تساعدنا وإنت تصور أول كتاب رح يطلع من دار النشر وهي جديدة، رح يكون شرف كبير عن جد. جان سمعت هالحكي ابني؟ أكيد أنت ما رح تخجل بولين وغيث بعد كل اللي قالوا. ضليت تلفي وتدوري لحتى تحاصريني بالقصة وتخليني انجبر وافق. تمام خلص أنا وافقت، رح صور. إيه وكرمال خاطر بولين بس خلينا نحتفل. يلا يا سلام هالخبر بجنن. صحتكم. شو رح نساوي أخي؟ أنت شايف الوضع بعينك. تعال نحتفل بالشراكة الجديدة. يا الله. ايه تمام هلأ صار الوضع ممتاز، هلأ أنا في عندي أفكار، بكرة بجي لعندك ومنحكي فيهن ومنقرر سوا. أهلين دارين، شو كيف الوضع؟ جان هلأ رح أشرح لك الوضع بشكل مختصر. بصراحة اليوم كان هادي كتير بالنسبة لوكالة تشتغل كتير مثل وكالتنا. رح يتم إعداد الإعلانات الجديدة لشركة المجوهرات، بس ما في أي مشكلة بقلب النهار بتكون خلصت. تمام ممتاز حلو،
يعطيكم العافية. ما في كتير شغل بالوكالة. ليكي شو زعل، شايفة وشو؟ بتحسيه بده الموظفين يموتوا من كتر الشغل ويكونوا مثل العبيد عنده. وانتي حاجة تحرضيه بزيادة. معقول هالحكي ريهام؟ نحنا مانا مرتاحين، مو طبيعي شو في شغل متراكم فوق راسنا. يلا تعالي يا دوب اللحق، تعي خلينا نكمل شغلنا. ريهام انتي خليكي. رح يعطيني شغل؟ ايه واضح الشي. ايه شو المطلوب جان؟ خليها تبعد، استني خليكي شوي لسكر الباب. ما بصير، لا تسكر الباب. بلا هيك بيفهمونا غلط جنبي. لحظة اصحك تنبسطي لانه الشغل اللي بين ايديكي صار اقل. لا والله ماني مبسوطة، بالعكس كتير زعلانة. بتعرف مشان شو؟ عم اقول كيف رح يمروا 12 يوم وما في عندي شغل وزعلت. ما شاء الله ما شاء الله. في عندي خبر ظريف لك. خير؟ في عندي صديق قديم عنده ماركة خاصة بده يعطينا الحملة الإعلانية، شيء منفتخر فيه وكتير منيح، بس طلب نقدم فكرة أولية عن الحملة. طيب لكن رح أجمع الشباب والصبايا. ايه. ومنعمل له هاي الحملة. عمليها منعملها. بس هو في شيء طلبه، قصدي صديقي، وعنده أسبابه المحقة لهالشغلة، بده يكون هذا الشغل سري وما حدا يعرفه، وأنا بس بدي أنت تعرفي وتشتغلي لحالك على الموضوع وتشاركي كل الملفات معي إلي. صديقك بيشتغل بالسي آي اي ولا شو؟ لا. تمام. بدي معلومات هلأ عن طبيعة منتجه، وبدي على سبيل المثال الماركة، المنتج شو اسمه، هو المنتج كمان كيف الخطة. طابة. طابة شو؟ طابة طابة كرة. تمام. كل الأنواع تبع الطابات، كرة السلة، كرة القدم، تنس، طاولة، هالشغلات كلها أنواع مختلفة يعني. طيب والماركة شو اسمها؟ هاي الماركة سبورتيف لاين. لاين لاين. تمام رح روح أتحرى عن المعلومات كلها. سبورتيف لاين. طالما بلشت تكتبي تفضلي عادي، لا تضلي واقفة، هاي كرسي ما في مشكلة. اي تمام. اكتبي على القاعدة. طيب رح شوف على الانترنت موقع الشركة. أي. الشركة ما لها موقع على الانترنت لأنه لسه جداد، وفيك تقولي بمرحلة التأسيس، فكتير جديدة هاي الماركة، لهيك ما عندهم موقع على الانترنت للأسف. لكن أكيد بيكونوا عاملين صفحة على الفيسبوك. قلي شو كان اسم الشركة؟ سبورتيف لاين شركة مساهمة رياضية، بس هنن ما عندهم صفحة أبدا. ما عندهم؟ لأنه الشركة لسه تقيد البناء فعليا، ما في مقر رسمي لإلها، كتير جديدة. طيب. لهيك ما عندهم صفحة. لكن شو عندهم بهالشركة؟ طيب كيف نساوي صورة الماركة؟ ومشان صورة الماركة كرة عادية، يعني كرة قدم أو سلة، كرات لكل أنواع الرياضة، طابة طابة. أنا رح أعطيك المعلومات بما أنك عم تكتبي مشان تسجليهم. طيب. عندي لقلك شو حتعملي. أي وقت فراغ صغير عندك بالوكالة وبكل أوقات فراغك، طبعا بدون ما تقصري بشغلك عنا، نفذي هذا الشغل وخبريني إلي، ما تقوليها لحدا. هالنقطة مهمة، في عندك قلم أحمر مشان تكتبيها؟ مو مشكلة ما رح أنسى. لا اكتبيها، ملاحظة أنه ما حتخبري حدا، هاي النقطة كتير مهمة. طيب معناتها أنا بعد الظهر بجهز كل المعلومات وبجيب لك ياهن على المكتب. تمام، بس مثل ما قلنا هالحملة كتير مهمة بالنسبة إلي، اشتغليها بكل أوقات فراغك، بس لا تنسي أهم شيء إنه ما تقصري بباقي الحملات تبع الوكالة، وأي معلومة بتخبريني إياها إلي وبس، وما تقولي لحدا أي شيء. وهيك خلصنا، فيك تمشي. إيه لكان لقلك شو عم يخطر ببالي، يعني بصراحة حاسة هلأ براسي في كتير أفكار وبنفس الوقت ما في شيء بنوب، يعني تمام. طابة سبورتيف لاين، سبورتيف لاين طابة، سبورتيف لاين. تماما اتفقنا. أنا كتير واثق فيكي لهيك اخترتك إليك، وهذا كتير صديقي، وهو من قبل كتير خادمني يعني. طبعا طبعا، وأنا بأكد لك أني رح أقدم لك شي حلو لأنه في براسي كتير أفكار. ماشي سبورت بلاين مو؟ فهمت. إيه فهمت. هلأ مثلا حاسستهم كتير سطحيين هالصور، يعني مبينين أنهم مو حقيقيين كتير. طيب بس لما نقارنهم بهدول مثلا، هدول مبينين كذب ومو حقيقيين. يعني هلا انا بالنسبه إلي بحب هالنوع من الصور وبرتاح له اكثر. ايه هيك، شو رايكم جان؟ شو رايك فيهم؟ برايي التانيين احلى. التانيين ما طيب كمان ماشي. بدي فرجيكم هدول، يعني بتحسوا هدول الصور تقليديين مو هيك جان بيك؟ دارين خانم قالت لي ورجيك صور المجوهرات هدول. ايه وطلبت منك تشتغلي على الشعارات كمان ما؟ ايه اشتغلت عليهن وبعثت لك ايميل. وانا شفته ورديت عليه وقلت لك بدهن شغل مرة تانية.
طيب ليش لحتى تبعت لي ايميل؟ كان فيك تأشر لي بإيدك وبجي لعندك فورا. انا أشر؟ كيف يعني؟ برأيي لو مهتمة بشغلك كان فيك تفتحي الايميلات وتشوفيهم لحالك. عم اشتغل وما قصرت. خير، شو هو اللي ما عجبك؟ مو مناسبين، ببساطة ما انهم مناسبين، ما فيهم تأثير. محتاجين لشعارات تعلق بعقول الرجال كمان، دوري لي على هيك شغلات يعني. ايه بدك تعلق بعقول الرجال؟ شو السبب؟ ليش مو مشان النساء بيصنعوا المجوهرات ولا شو؟ صح، بس الرجال هن اللي بيشتروا لهم اياهم. بس الرجال بيشتروا للنساء المجوهرات؟ يعني ما عم افهم هلا، هذا الشيء اللي بدنا نركز عليه هون بالوكاله؟ هاي ردة الفعل اللي بدي اشوفها، ردة الفعل العنيفة ضرورية، بس ما تجيني بكره وكاتبتي لي شعارات بطريقة كثير سخيفة، تعالي بكتابة بتعكس التصرف المتمرد، هذا اللي بدي اياه. ايه وين كنا نحن؟ قلت لي انه عجبوك الصور. ايه والله صح كده. ايه تمام تمام، عم تقولي كواج تمام. جاتوا وعم تطلبوا من المجلة؟ حبيبتي ريهام، بولينا عم تعمل كتاب عن الاكل وعم تشتغل عليه هون. ناقص تقولي بتمشي على الحبل كمان. غريب، شو غيث ما خبرك؟ بلا اكيد بيكون خبرني، بس انا اللي مو منتبهه لانه عم اشتغل بشكل مكثف بين هون وهنيك، بتعرف شغلين بوقت واحد. هلا انا مشغوله بالادبيات اكثر، هذا الجانب اللي بحبه يعني الادب برتاح معه، وما شاء الله عليكي تاقلمتي بسرعه على جو الكتب، هالشي ممتاز، برافو كملي. شكرا لك حبيبتي ريهام. جان هو اللي رح ياخذ الصور، وبتعرفي نحن مقررين عن قريب نروح، فبدنا نخلص هالشغل كله على السريع. حلو كتير حلو كتير. اي وان شاء الله انا بعد 12 يوم رح خلص من هون وابدا بالشغل اللي انا بحبه. وبتدري ب 12 يوم تلاقي الشعارات؟ اي اكيد رح لاقيهم، ما تاكل هم. ظريفه الفاصوليا، الله يمضي هالكم يوم على خير. ايه خلص معناتها قررنا. ايه تاني تمام ممتاز. جيجي بعثت الايميل؟ ايه بعثت الايميل وقدمت التقرير كمان. لا تاكلي هم، قومي ليك. اجت اجت. بولين حبيبتي، ليك حبيبتي خطر على بالي فكرة كتير حلوة، عم فكر ليش ما بتطبخي لنا كل الاكلات اللي بكتابك؟ كيف يعني؟ اطبخهم لإلنا قصدك؟ أكيد، وحتى للموظفين بالوكالة، بالنهاية هدول أشخاص مبدعين، بيدوقوا الأكل وبيعطوكي رأيهم بشكل احترافي. جان شو رأيك؟ ما بعرف، بس في داعي يا ترى، يعني بالنهاية هي وصفات مجربة وتلاقيت الإعجاب، فبرأيي ما في داعي بنوب لنجرب المجرب ونرجع نعطي رأينا فيه. شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ اللي بينطبخ بإنجلترا أكيد بيختلف عن اللي بينطبخ بتركيا، حتى المكونات كلياتها رح تختلف. وبعدين بولين عم بتخاطب القراء الأتراك بكتابها الجديد، ورح تعمل الوصفات بمواد تركية. يعني الحكي اللي عم بتقوليه كتير مزبوط، وإي ما عندي مانع إني أطبخ. فيكي تستعملي المطبخ تبعنا، بالنهاية مطبخنا وبتعرفي. يوم المساء؟ يعني اليوم المساء بالمطبخ ببيت جان؟ شو صعبة يعني؟ شو نعمل هنن هيك بدهم؟ هالبند ليش ليحطوه جيجي؟ ما والله بعرف. شكله كتير معقد. بس البند الثامن بتحسي فيه له حل ومنقدر نشتغل عليه. بس بيمشي الحال. وليش أنا موجودة حبيبتي؟ أنت بس وافقي وأنا أكيد رح ساعدك. إيه تمام، بالنسبة إلي حبيت الفكرة، بس حياتي جان أنا. هي الاتفاق كتير مهم، هذا الاتفاق. أنا ماني حابة إزعجك أبداً، المهم أنت توافق. كالعادة بتحطوني تحت الأمر الواقع، فأكيد رح أقبل بالموضوع. طيب. تمام لكات، معناتها خلينا نطلع هلا. لأنه بدنا نجيب أغراض. طيب كتير. طيب بدنا نجيب أغراض لكان. يلا تمام يا أصدقائي، ركزوا معي ثواني بس، في عنا دعوة على الأكل ببيت جان اليوم المساء، وناطرينكم كلكم. أكيد. ايه ماشي. باي جان. باي حبيبي. تمام اتفقنا. ممتاز. ايه ممتاز. بس بدكم حجة لحتى تزافوا. ماني رايحة. جاية ريهام؟ جاية بما أنك أصريت. قلتي مانك رايحة وبعدين جاية، ما مرقت ثانية لتغيري رأيي. لا ما قلت هيك، لا تكذبوا. لا ماشي، يعني فجأة صارت خبيرة بالمأكولات، وما في غير بتجي وبتروح، ولازم جان بيك يطلع لبرا يوصلها. شو صف أول وما بتعرف الطريق ولو؟ هي بتعرف بالفيزياء وبالصعود للمريخ والفيزياء الكمية، هدول شاطرة فيهم، بس هي ما بتعرف الطريق بنو. عن جد معقول الحكي؟ تركب بصاروخ وتطلع لفوق وتحل عنا، شو جابها على اسطنبول؟ شو جابها يا ترى؟ شو جابها يا ترى؟ اسمع، هيك هو اللي أصر علي. إيه سألني طبعاً. قدامك إذا جاي. أنت بدك تروح؟ إيه طبعاً رايح. لازم الكل يروحوا طبعاً. عن جد شي غريب، كيف قدرت تعمل كل هدول الأكلات بهالوقت القصير؟ عن جد 11 12 13 14 15 16 صنف. أهلا وسهلا. عاملين كفتنية مثلاً؟ عاملة 16 وصفة ما عم ستة. عن جد 16 وصفة؟ ليكي لقلك كل هالأكلات هي انعملت من مواد متشابهة فعلياً. حلو. يعني هن أربع أنواع رئيسية بس على شكل تنوعوا أكثر.
من شان هيك شايفتيهم كتار. هاي هي كل الفكرة. بصراحة أنا مزحت مزحة حلوة بس ما حدا ضحك. لأنه مو وقتها. وهلأ هاي آخر وصفة. أها. شوي لو سمحتي. وهي جهز الطبق الأخير. تفضل. وهذا 17. برافو. 17 وصفة؟ هاي الأكلات يلي قدرت لحقهم بهالوقت القصير. أهلا وسهلا فيكم كلكم. أهلين. فيكم تبلشوا بأي أكلة موجودة. وهي الصحون هنيك. تفضل. تمام. خلونا نبلش لك. تمام. رح بلش من قدامي. شو هي؟ لحظة وقفوا. شو؟ استنوا. السفرة بصراحة طلع لوحة كتير حلوة. برأيي لازم نصورها قبل الأكل. جان ابني معلش اطلب منك طلب، صور لنا السفرة الحلوة. بصراحة ما بعرف إذا في داعي للصور لأنه مو كتير محضر حالي. تعال تعال. ليك شلون التقديم طالع كتير حلو وفي أشخاص واقفين ناطرين ياكلوا. برأيي المنظر كتير حلو للتصوير. تعال. مو توقيعي بده ينزل على الصور من تحت، الإضاءة مو مناسبة. يا الله. تعال. أنا رح زبط الإضاءة. هلأ بخلي الإضاءة تجي على الطاولة بطريقة تكون حلوة كتير. شو صار للإضاءة؟ كأنه انقطعت الكهرباء. لحظة بس، كأني تكهرب. كان في إضاءة أكتر. ما ريهام بدي روح اتسطح. ما بتمرق علينا جيجي، ما بتمرق. كل جسمي مكهرب. رح ياكل. خلاص لك خلاص، تركيني بعدي عني. هون معنا بلا ما كهربك. هلأ هلأ بيرجع. يلا جان، عن جد أمك معها حق. يا ريت لو تصور لنا هالأكل ونستفيد من الصور بعدين بالأفكار. مو الشباب والصبايا متحمسين كتير ليجربوا هالأكلات؟ فقلت لحالي بلا ما نضيع وقت كتير بالتصوير يعني. بس يلا مو مشكلة. يسلموا حبيبي. بفيدونا الصور. طيب. جان تصورنا مع بعض. ريهام اهدي. شوفوا مين اجا يا جماعه. مساء الخير جميعا. غيث بيك. اهلين داري. اهلا وسهلا. نورا خانو. قديشك جنتل وانتي حلوه كتير. ميرسي من زوجك. بولين. اهلين حبيبي. اهلين. اهلين. يسعد مساك. مساء الخير. تعال تعال غيث. صراحة آخر رواية كتبها ما عجبتني كتير، يعني برأيي كان بيقدر يكتب رواية أحلى من هيك. غريبة الفكرة، يعني واثقة أنه حتكون أحلى مع أنه ما كتبها. أنا بوثق بالكاتب وبشعوري تجاه المكتوب، لهيك أنا برأيي ممكن يطلع معه أحسن. ليك ما بديك تفهمني غلط، كتاب بولين تبع الأكل عندي اقتراحات لإله. إيه ممتاز، حابب أسمعك. بالمناسبة كيف لقيتي لي الأكل؟ يعني خرج انه ينعمل عنه كتاب؟ ما مقرف بس ما بعرف، ما قدرت اكل منيح لانه معدتي مو مرتاحه. يمكن مشان هيك. بس شوفهم كانه اول مره بياكلوا بحياتهم. لسه عم ياكلوا، حبوا الاكل. بس كمان بس حاسس انه رح تضلي عم تقولي بس لبكره. صح. اللي بدي اقوله بصراحه، في كتير أصناف غريبة بالكتاب تبعه، فتشيل شوية وصفات منهم مثلاً، تختار الأكل يلي قريب من الأكل التقليدي أكتر. مجرد اقتراح. إيه صح، وأنا بحب الأكلات التقليدية أكتر. إذا وافقت تشيل منهم. ها مو مشكلة، أنا متفق معك. شو رأيك نروح نحكي مع بولين؟ بلاها بلا ما نروح نحكي مع بعضنا. تخجل مني كتير وما عم أعرف السبب. ليك أنت أخوها بالنهاية، فأحكوا مع بعض أنتو. تمام، رح خبرها وارجع فوراً. تمام. رح ارجع لك. ما بدي كثير. مو مشكله، معنا شويه وقت. بولين فظيع شو بيلعي. كيف لقيتي الاكل؟ بقرف. يعني حاسه معدتي مو مرتاحه اليوم، مشان هيك ما قدرت القط الطعمه ابدا. وبعدين يعني يكونوا شيء جديد موجود من هي عند عثمان بالملحمه. ما في شيء جديد. شو رايك شوي وراجع؟ طيب خدي راحتك حبيبتي بولين. ايه حبيبتي. عن جد مو معقول الاكل شو طيب. والله كتير رائع وبجنن، مو هيك حبيبي؟ يعني انا اساسا بعرف انه بولين شاطره بكل شيء بتعمله، ورجعت فاجأتني عم تعمل كل شيء باحسن طريقه دائما. ايه ايه شاطره. ايه ريهام. حبيبتي انت هلا بلشتي بالشغل بدار النشر، برايي لازم تكوني مستعده لحتى تتمكني من هالمجال. طبعا. يعني متاكده اني رح اتعلم مهارات المجال من غيث. طيب بس خليني بالأول أسأل جان عن اقتراحك.
تمام حلو شو بيقول لي تمام أكيد. اتفقنا راجعت لكم فورا يلا ما عندي اي شك بالموضوع حياتي جان ها هي اجت نجمه الليله ليك جان دارين عندها فكره مهمه كثير مشان صوره الغلاف فيني احكي فيها معك مستعجله ما كثير تعال على فكره بولين عم تقدم خدمة كتير كبيرة للطبقات المتدنية والفقيرة يعني تخيلي معي وصفات كتير سهلة وبسيطة وراقية بالشكل حتى الفقراء بيقدروا يعملوها ما بتتخيلي حجم حاجتي الكبير للشي اللي عم تحكي ولو تشوفي الوصفات اللي عملتها كيف عم تطير مثل العصافير بعقلي وعم استمتع فيها حبيبتي معناتها أمك كتير ظلمتك بكلامها يعني قالت لي ريهام حتى البيضة ما بتعرف تقليها ما قالت هيك بلا قالت ما قالت قالت عن جد قالت ما يهمك أكيد رح تتعلمي ما قالت بكون قصدها أني ما بعرف أشعل نار بالمنقل مثلا شو هالغلاظة مليتي من القعدة جوا؟ لا مو هيك حبيت شم هوا بس جوا حسيت بخنقة هاي طريقة لبقة لتقولي مليت انت منيحة ليلى؟ أكيد أمير بيك زعلانة؟ واضح إنك مزعوجة ومتضايقة لا أنا منيحة أمير بيك إحساسك مانو صح صار الجو بارد خليني أرجع لجوا ليلى على قليلة فينا نحكي كأصدقاء ما؟ ليش نحن أصدقاء مثلا؟ مالنا هيك؟ يعني على الأقل فينا نكون أصدقاء هيك توقعت أنت عم تتمسخر علي ولا شو؟ اللي بعرفه إنه الأصدقاء بيقولوا آراءهم ومشاعرهم لبعض بصراحة وبيعملوا هيك دائماً مشان ما يجي يوم ويخسروا بعض برأيي تجاوزنا هالمرحلة من زمان كتير وفشلنا فيها ومن بعد اللي صار معنا بتمنى نكون بس زميلين بالشغل وبيحترموا بعضهم عن إذنك ريهام أختي مشان الله قليلي شو ها ما بعرف وما بهمني أنا خلص بدي روح على البيت كتير اختنقت فيكي إذا بدك خليكي أختي أنت منيحة؟ ما بعرف طيب وأنا كمان بدي روح استني منطلع سوا طيب ليك أنا في كم شغلة بدي فرجيك يا هون رح حطه هون نورة خانم نتشكرك كتير على الدعوة الحلوة نحن ماشي شوف جان ريهام شو بدك تروحي؟ تعبت من المكان قصدي موجوعة وبدي روح ارتاح جان مثل ما قلت لك معدتي تعبانة شوي فرايحين طيب وأنا كمان طالع بوصلكن على البيت إذا ما بكون عم مزعجكن طبعا تمام خلص منروح فيك تطلع؟ ليك؟ نحن منستأذن هون في منا جان Sonbahar gelir, kapanır çiçekler, şehri hüzün basar. Sen terk edince, bütün bayraklar çekilir, kısalır cümleler. Görsen inanmazsın nasıl durur bekler zaman yeniden dön. Milyon kez anlatsam Hayal edemezsin Uçmaz kuşlar düşer Yapraklar sararır kitaplar Radyolar çalmaz küser bana Bütün bu şehir
هدول الأشياء؟ جانبيك؟ وكل شي عملناه على الفاضي، شو رأيك؟ مرحبا. أهلين غيث بيك. أي صفحة أنا مو طالبة، عملت اللي علي. ريهام؟ غيث؟ مرحبا. أنت شو جابك لعنا؟ في عندي خبر كتير حلو، ما قدرت استنى فأجيت لحتى خبرك. خبر شو؟ تتذكري مبارح حكينا عن كاتب مهم وقلتي إنه بيقدر يفيدنا بالخبرة اللي عنده؟ ايه، وكنت ناوي تحاكي مدير أعماله لتحدد موعد. ايه تمام، واليوم جاوبني، الأسبوع الجاي رح نقابله. مبسوطة وحاسة حالي عم أحلم. يعني بصراحة متحمس كتير للقصة. ايه؟ غيث خير؟ شو في؟ عملنا ضجة بدون قصد. هيك شي؟ أنا أجيت لخبر ريهام أخبار حلوة. وخبرك هذا له علاقة بالفكرة الرائعة؟ لا بس طيب أنا... لو سمحت، هون الفكرة الرائعة وهدول موظفين الفكرة الرائعة، والخبر تبعك ما بيهمني ولا بيهم موظفيني وما بيهم ريهام لأنه موظفة هون. نحن عنا شغل كتير وأمور لازم نظبطها وملفات بدنا نجهزها، وهذا الشغل بده تركيز من الكل. لو سمحت لا عاد تجي لهون. معك حق. طيب ليكي، أنا خطرت على بالي فكرة، تعي لعندي بس تخلصي شغل ومنحكي بالتفصيل عن كل الشغلات، منتفق على المواضيع اللي بدنا نحكي فيها بس نروح، موافقة ولا شو؟ أي بس يمكن ريهام تضطر تضل هون للمساء. مو مشكلة، لكان بهيك حالة أنا رح حاول استغل الوقت لخلص شغلي. منحكي مع بعض، لكان بشوفك. تمام بشوفك. دارين تعالي شوي، وانت ريهام تعي. يلا يا شباب قربوا لهون. يلا لوريس. يلا يلا يا شباب الكل عندي، يلا يلا بسرعة تعوا لهون. مثل ما بتعرفوا كلياتكم انه حملة تريد مود كانت مهمة كتير، ولهذا السبب انا بلشت تفكر بالمرحلة الثانية من حملة تريد مود خطوة خطوة. جان بس عفوا، نحن باقيلنا شهرين لننتقل للمرحلة الثانية مو هيك؟ لا تفكري بهي الطريقة، لانه الشهرين بيخلصوا فجأة بدون ما ننتبه، مشان هيك احسن انه نحضر كل شيء بسرعة. وهلا شو كانت شعاراتنا يا شباب؟ خلينا نتذكرها، شو كانت شعارات ريهام؟ اجذب واترك اثرا وتحدى. برافو، خلينا نكتبها هون. استنى استنى، هاي اللوحة تبع العد التنازلي لشغلي، ليش بدك تكتب عليها وتخربها؟ لا تبالغي، هي مجرد لوحة فاضية ما عم نستفاد منها، وبعدين شوفي الكل مجتمع هون مشان نتناقش بالحملة الجديدة واللي هي مهمة كتير إلنا ومضطر استعملها، فلو سمحتي بعدي خليني أعرف كمل شغلي. أنت واحد أناني. منكمل الشعار وهون اترك أثراً. وهلا يا شباب، مثل ما انكم شايفين هاي المصطلحات مرتبطة ببعضها. صح مرتبطة. ركزوا معي، هاي المصطلحات في لها علاقة ببعضها، إذا واحد منا التغى الباقيين بيلتغوا، بس أنا بشوف إنه هاي المصطلحات لحالها ما بتكفي، الحملة الثانية بدها شيء جديد، لهيك لازم نفكر بمصطلحات منعبر فيها عن الصفات القيمة والمهمة الموجودة جواتنا. شو ممكن تكون هاي المصطلحات؟ شغلوا عقلكم شوي واعطوني مصطلحات مميزة. أعطوني مثلاً، شو في مصطلحات مهمة كتير؟ الإخلاص مثلاً، الإخلاص واحدة من هاي المصطلحات. يلا هاتوا شوفي عنا مصطلحات تانية. الحب مثلاً. برافو عليك، الحب شي مميز. الإخلاص والحب شغلات مهمة، شوفي غيرهم يلا هاتوا. والصدق. الحماس. الصدق، برافو برافو. الإخلاص والحب والصدق رح نكتبهم كلياتهم مشان نشوفهم منيح. طيب منقول اجذب وتحدى، بس الحياة ما بتمشي بالجذب والتحدي لحالهم وبس، لسه في شغلات أهم منهم، نحن بدنا نحاول نعمق الموضوع. الإخلاص والحب والصدق هي شغلات كتير مهمة، مو هيك يا شباب؟ شو رأيكم دارين ريهام؟ ليش ساكتين؟ في عندي كتير مصطلحات ممكن أقولها. تفضلي قولي. في الطموح والشغف والمتعة والديناميت. شو هذا الديناميت؟ متفجرات. ديناميت. سلام بولين، أهلا وسهلا، تعالي. يعطيكم العافية. طالع حلوة كتير، دابق لي كتير هذا اللون. ما رح أعطس. في كم شغلة كنت حابة إنه أسألك عنهم اليوم مشان الكتاب. بس واضح إنكم كتير مشغولين لهيك بجيب وقت تاني. كأنه في حدا حيعطس بعد شوي. لا 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 لا، يعني معقول هو نحن عنا شغل لأنه عم نجهز لحملة مهمة وعم نحاول ندور على شعارات جديدة، بس طبعا دايما عندي وقت لك حتى لو مشغول. مو معقول عم حاول ما أعطس. أخ بدي هذا اللي كنت خايفة منه. ونكتب رؤوس أحلام. انتبهي وقعد تحبسي العطسة يا ريهام، لأنه لما أنتي ما بتطلعي هذا الضغط لبرا بيصير كلياته جوا، وقتها ممكن ينفجر دماغك لا سمح الله. حاسة إنه رح ينفجر أصلا. لا حاسة إني مو منيحة. ريهام على مهل. راسي من الوجع رح ينفجر، بس أنا ماني حابة إنه أزعج أي حدا. يا جماعة شبها، شو صار لريهام؟ أنا دايخة. داخل. طيب مبين إنه في عندكم شغل كتير، لهيك خليني روح وبرجع بعد. لا 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 تروحي، خليكي هون. كنت عم بشرح لريهام كيف بدها تشتغل بهاي الحملة الجديدة وعم بعطيها شوية رؤوس أقلام مو أكتر مشان ما تتلبك بشي وتتقيد فيهم. ايه ايه جان بيك. وأنا كنا عم نتناقش بالحملة الجديدة وشو بدي أعمل فيها. وعم يساعدك لتوصلي للهدف.
وأنا كنت عم أسمع نصايحه، يعني هو أعطاني أفكار مهمة وهلأ لازم نراجع هاي الأفكار من جديد، مو هيك؟ مشان ما ننسى اللي حكينا. أه؟ وهلأ هاي الكلمة اللي هون لازم نحط عليها إشارة لنتذكرها. وهي كمان، لك شو صار لي؟ ومنحط إشارات هون. آسفة كسرته، آسفة. تمام خلص، أنت فهمتي كل شيء ريهام، يعني صار فيك تكملي لحالك. بولين فينا نفوت على المكتب ونحكي جوا. تفضلي. يعني ما بدك تعطيني معلومة تانية؟ شو قاعدين محل بنت مصارعة؟ آخ منكم. وهذا انكسر، وعنا هاد كمان، وعنا هاد. هيدي حتى الشعارات كلها، إذا بدك أنا بساعدك وبورجيكي شو بدنا نعمل. ومنرميهم. وهي وحدة. إيه ركزي شوي، يلا إجت على كلمة إجزو. تمام يلا تعالي معي ريهام، خلينا نكمل شغلنا بكل هدوء ماشي؟ تعالي خدي نفس، هلأ بتهدي في نفس الوقت. المهم ريهام ما تشك. مستحيل، سلمتها كتير شغل وقلت لها بدي اياه يخلص كله ويكون عندي بعد نص ساعة من هلأ. ايه. وأنا كمان عطيته لأخي شغل ما رح يخليه يتحرك أبدا. أمير بيك نحن شو قلنا؟ ما حدا رح يعمل أي شيء لحاله، لازم تخبروني قبل ما تعملوا شيء، المفروض هون أنا الزعيم. جيجي ممكن تسكت؟ هيك عم تخلق توتر بيناتنا ونحن فريق واحد، فهيك بيخرب كل التواصل. جيجي هي خبرتك هيك تمام؟ أوكي منيح شكرا. يا جماعة اهدوا شوي بقى، بكفي. ايه يا جماعة خلصنا، يعني معقول نتخانق ولسه ما خبرتكم بفكرتي؟ مو نحن المفروض نتشارك بكل أفكارنا ولازم تضل عيوننا على بعض مشان ما حدا يغلط. ليكي ليلى رح تكون عيوني عليكي لأني بنت حماكي، فلازم تتصرفي منيح. وهلأ فكرت أنا وجاية لهون. بشو؟ فكرت وبعد التفكير طلعت بفكرة. ايه جيهان احكي. فكرتي هي. تفضلي شو فكرتك؟ حناخدهم هن الاثنين ونحبسهم بمكان، بهالطريقة أكيد رح يضطروا يحكوا مع بعض. كيف؟ يا ست خلص عن جد فاجأتينا. اه فكرتي وهذا يلي طلع معك؟ والله الفكرة حتى الشيطان ما بتطلع معه. بس ليكي في شغلة بدي قلك ياها، ما تواخذيني طبعا، هنن من الأساس بمكان واحد بيقدروا بأي وقت يحكوا سوا، وحتى مشكلتهم أنهم عم يضلوا يحكوا مع بعض فعم يتخانقوا أكتر. منحط لافتة بالمكان اللي رح نحبسهم فيه ومنكتب ممنوع الحكي مع مخالفة عليها، وقتها جان بيك بيدفع خلص. كلامك ما له طعم بنوب ولا شيء قال لهلأ مزبوط، عم نضيع وقتنا بس. والله خلاص كلكم حللتوا وخربتوا لي الفكرة. يا رفقاتي نحن ما رح نحبسهم بمكان عادي، ببراد اللحمة مثلا. وين؟ حلو كتير، منسكر عليهم ومنحبسهم بالبراد مشان يموتوا وهن معانقين بعض. فظيعين نحن. ايوه الهريس ليش لتقيع الطاولة؟ ركز معنا شوي. ايه تمام ركز. هلا اكيد ما بدنا يصير لهم شيء، انتم ما بتشوفوا افلام ابدا؟ هالشيء بصير بالافلام والمسلسلات، لحظة خطر الموت اجباري بيتقربوا وبيحكوا مع بعض. عم بحس انه بحياتي في قرارات تسرعت فيها عن جد. خليني اختصر الفكرة اللي قالتها لقلكن كيف. هلأ رح نسكر على جانبيك وريهام بقلب البراد، رح يبردوا بعد وقت معين، وجانبيك طبعا رح يشلح جاكيته ويلبسها يا لريهام، وبعدين رح يضلوا هيك وهن متعانقين، وحتى إذا ما حكوا مباشرة عيونهم رح تحكي مع بعض. طيب ماشي ماشي، هي خطتنا مو هيك؟ هاي الخطة. فكرت شوي بالخطة تبعكن ولقيتها رومانسية كتير. يعني كأنه فيلم سينما قدامي. ايه معك حق يا خانو. منيح منيح اللي فكرتي. وأكيد أول شي رح يتصرفوا بغرور ويقاوموا بعضهم. ولما تبرد ريهام ساعتها جان ما رح يقبل يتركها بردانة. يا عين هاي فهمت علي أخيرا. جيهان عن جد فكرة بتجنن. وين بدنا نلاقي البراد؟ ايه صح. لكي ليلى معقول هيك عم تقولي؟ كتير سهلة عمالك. تعرفوا أنا وأخي منشتغل لحامين، لهيك منعرف كل برادات اللحمة، فهالموضوع أنا بحله. ايه صح. لقلكم شو رح نساوي؟ يلا قربوا لأحكي لكم كل التفاصيل. شو؟ أول شي رح نفوتن على البراد ونسكر عليهم وبعدين رح نتركهم لحالهم. والله ما فكرة كتير شيء ما يحسوا. كيفك ريهام؟ بدي اياكي تتركي الشغل يلي بين ايديكي كله، لانه عنا شغل مهم اكثر، زبون كثير مهم للشركه بيشتغل باللحمه، رح تروحي مع جيجي تعملوا كشف على البرادات وتدققوا بكل التفاصيل. باللحمه وعنا كشف على كل البرادات؟ اكيد. عم اقول لك الزبون كثير مهم لنا ريهام. جيجي وينك؟ تعال. ليكني 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 دارين خانم، تفضلي شو بتأمري؟ انا جاهز. يلا كيف جاهز؟ امتى عرف بالشغل وصار جاهز؟ شو قصدك؟ عم تعترضي على الشغل ولا شو؟ يلا اتركي هدول من ايدك وقومي معي. يلا براد اللحمه والله لنكيه. شايفه شلون؟ بسرعه. يلا ريهام بدهم يضلوا عم يعطوني شغل طول الوقت. خلص ما قلت شيء. لا ريهام ريهام
يلا على السريع قبل ما اعصب. حاضر. انت دائما معصبه. كيفك جان؟ بدي اياك تترك كل شيء بين ايديك لانه اجانا شغل مع زبون مهم ولازم ندقق بكل التفاصيل تبع الشغل. خير مين؟ شركة مختصة بمنتجات الحليب وكتير مهمة، زباين جداد وطالبين اليوم لقاء أولي وتدقيق لنتفق. ممتاز، بس أنت بتعرفي إني هلأ عم خلص كل الشغل اللي كان على الآن، ما بدي أخذ شي جديد، بدي خلص شغلي وأمشي بسرعة، يعني هيك بدي. فحاولوا تتعودوا على غيابي وأنتوا استلموا الشغل الجديد. بس أمير قال ما بيقدر يروح أبداً لأنه في عنده شغلة مهمة بالبنك. حددوا موعد تاني معه. جان الزباين متفقين معنا وبدك اتصل وقول لهم نأجل؟ لو سمحت ما رح ناخذ وقت كتير، وأمير ما بده يانا نخسر هالشغل. ما منتأخر، ما رح نطول بوعدك، بس عن جد مهم هالشغل. طيب ماشي، أوكي. تفضل. مشي الحال. إيه. باي. ممتاز. أمير بيك، هلأ رايحين؟ ما بتتخيل قديش متحمسة لحتى أعرف شو رح يصير معه؟ إيه وأنا، بس نحن عنا شغل ضروري ولازم نروح على البنك سوا. قلت على البنك؟ لا معلش بلاها، لأنه كتير متحمسة وما رح ركز، تعرف شغلنا مو سهل بنو. ما بيصير ليلى، أنا كتير محتاجك لأنه رح نجدد اتفاقية، لازم تروحي، يلا امشي. أمير بيك صدقني ما رح أقدر ركز معك إذا بروح، خليني هون أحسن لي. يلا تعالي ما منتأخر ومنروح لعندهم بعدين، يلا. طيب رح أجيب شنطايتي وإجي. لك جيجي وينو المكتب اللي رح نقابلهم فيه؟ هذا المكان كله برادات، وين رايحين؟ قال لي رح يقابلنا بالبراد منشان نشيك على اللحمة، وليكنا وصلنا على البراد رقم 5، يلا تعالي. استنى ليش لنفوت لجوا؟ خلينا هون برا. طيب لك بدنا نفوت حاجة تناقشي. إيه لا تصرخ شبك. اسمعيني منيح. لك ايه عادي برد، لانه هذا براد مكتوب برا الثلاجه، شو ما انتبهتي عن جد هون برد كثير. وليش زبوننا استاذ وينك؟ لا تصرخي ريهام، مو هون. إذا مو هون خلينا نطلع. لا ما بيصير نطلع، بدنا نضل هون، بيقولوا الزبون دائما على حق وقلنا نستناه. ريهام هاتي موبايلك، نسيت موبايلي بالشغل. مشان الله جيجي خود واتصل فيه بسرعة، اسأله وينه ليش ما أجا. رح اتصل، دارين خانو معطتني رقمه متذكره لسه. 3-2 صح. لك لا ما علق، رح اطلع اتصل من برا، خليكي لا هون. لا خليني اطلع معك. لا خليكي، يمكن يكون جوا بهالجهه هديك، فوتي لجوا احتمال تلاقيه، وهيك بنكون لقينا. اذا كان جوا اكيد بيكون مات. خلص خليني اطلع معك. قلت لك لا تطلعي، دوري عليه هنيك. شو صار لك؟ عاجي تناقشيني. يلا جيجي مستحيل ضل جوا. يلا روحي دوري عليه. خلصي. يلا سرعه. رح ارجع فورا. جيجي جيهان ليش عم تصرخي؟ شبك فكرت خروف ميت. تعال هون بلش نار. انت عم تصرخ مو منتبه على حالك؟ فكرتك خروف ميت لهيك؟ فكرته حكى وهو ميت. خلص سكتت. ها هي رقم 3 هون، ونحن رح نتقابل معهم بالبراد رقم 5. دارين ما عم بفهم، الجماعة ما عندهم مكتب طبيعي يعني يقابلوا العالم فيه؟ لشو هالبراد؟ حدا بيقابل الناس بالبراد؟ بالعكس جان، انا انبسطت، حسيت ما بيتركوا شغلهم، عملوا البرادات هي المقر الرئيسي. طيب وين الإداريين؟ لهلا ما شفت حدا منهم، شو مشان الموعد؟ بدهم يانا نفوت نعمل جولة بالبراد ونشيك على كل البضاعة. تعال نشوف، يمكن ناطريننا جوا. ولي عن جد هون كتير برد، خليني اتصل فيهم. صحي موبايلي خلص شحنه، معلش تعطيني موبايلك؟ رح اتصل من برا، استناني لبين ما ارجع. 26-02. اوف اركضوا. روحي يلا. لا شو ساويتي دارين؟ شو هاد؟ شو هالجنان هاد دارين؟ شو هاد؟ سكر ليك كل قفل عم يسكر بسرعة. ايه يلا ليكني خلص قفلته، مشي الحال. يعني زبطت معنا. تمام نجحنا، برافو. يا دارين وينك؟ جان شو هالحكي؟ ريهام جان بيك شو عم تعملي هون انتي؟ شو صار؟ سكر علينا؟ جيجي افتح الباب.